أولا سعيدين بافتتاح الميدل إيست تريل في العاصمة أبو ظبي، لأول مرة يقام في أبو ظبي. المعرض أكبر ولقي حضور كبير من الوزراء ومن المشاركين، وإن شاء الله أن هذا الحدث راح يكون أكبر وأكبر في المستقبل. دولة الإمارات تعيش فترة استثنائية الآن برحيل القائد المرحوم بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد، الذي كان في فترة حكمه قامت هذه المشاريع الكبيرة، ولكن عزائنا هو في قيادتنا الجديدة السيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، اللي إن شاء الله نحن متأملين أن دولة الإمارات راح تنتقل نقلة نوعية في قطاع النقل وفي قطاع الخدمات وفي قطاع الطاقة في عهد صاحب السمو. طبعا دور دولة الإمارات في توازن الأسواق هو دور كبير مع زملائها في تحالف الأوبك بلس، ونحن مستمرين في هذا العمل نحو توازن الأسواق بقدر ما نستطيع. ونحن باجتماعنا الأخير قلنا أن نرى أن الأسواق متوازنة، وإن شاء الله كل شهر هناك اجتماعات ونحن نساهم فيها. بالنسبة للهيدروجين ودور الهيدروجين في النقل، نعتقد نحن أن الهيدروجين راح يكون له دور، وكذلك يعني القطارات مستقبلا سوف تعمل كذلك بالكهرباء وبالطاقات الجديدة. رأينا من ضمن العارضين قطار يعمل بالهيدروجين، والشركات العاملة تعمل على الحلول يعني استخدام الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة في المستقبل. ولكن نحن فخورين ب يعني ما يقام على أرض دولة الإمارات من مشاريع في قطاع النقل. الوزارة أطلقت كذلك استراتيجية الدولة للتنقل الذكي السمارت موبيليتي، وهذه الاستراتيجية تقوم على مستهدفات بيئية من تقليل ثاني أكسيد الكربون في قطار النقل. في قطاع النقل قطارات الاتحاد أو الاتحاد للقطارات يكون لهم دور كبير عندما تكتمل المنظومة في تخفيض البصمة البيئية، تقليل نسبة الحوادث، وكذلك عندنا رؤية معاهم للنقل، نقل الركاب عن طريق القطارات. الربط مع دول الخليج مهم جدا، في نقاش مع الأخوة في عمان، الربط مع سلطنة عمان، وفي نقاش كذلك مع الأخوة في المملكة لكي نربط مع المملكة العربية السعودية. وقطارات شبكة الربط الخليجية أو الأمانة العامة لهذه لدول مجلس التعاون أقرت، والقادة أقروا إنشاء يعني أمانة للقطارات، وسوف تقوم هذه يعني الأمانة بالعمل على تسريع وتيرة مشاريع الربط الخليجي في قطاع القطارات. والقطارات هي المستقبل، والحمد لله نحن في دولة الإمارات بدأنا يعني مبكر، وبدينا تقريبا يعني نرى اكتمال في السنوات القليلة القادمة. سوف تكتمل الشبكة لدينا، ونركز إن شاء الله بعدها على الرابط مع أشقائنا في دول مجلس التعاون. جزء من استراتيجية النقل الذكي هي أن نكون جاهزين للمستقبل. طبعا عندنا الآن في بعض الدول سيارات، أو في بعض المصنعين لديهم سيارات تعمل بالهيدروجين، الهيدروجين سيل كارز. فنحن في دولة الإمارات كنا أول دولة نخرج عن طريق مجلس الوزراء اعتماد لتشريع استخدام السيارات التي تعمل بطاقة الهيدروجين. هذا التشريع موجود في دولة الإمارات، الوزارة عملت عليه وتم إخراجه، مش وزارة الطاقة اللي عملت عليه، وزارة الصناعة اللي عملت عليه، والمواصفات والمقاييس في دولة الإمارات. فنحن فخورين أن كنا نعمل معاهم وخرج هذا المقياس، وهو أحد المقاييس التي تشرف عليها وزارة الصناعة. ويعني هذا دليل على أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا
في قطاع الهيدروجين، سواء كان الهيدروجين الأزرق أو الهيدروجين الأخضر. ومثل ما قلت لكم يعني نحن نسعى من الاستراتيجية النقل الذكي أن نستهدف مستهدفات بيئية ونقلل من ثاني أكسيد الكربون، وفي نفس الوقت نزيد من كفاءة الشبكات النقل، نقل البضائع وكذلك نقل الركاب في دولة الإمارات.